السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا الدرس من دروس مادة الرياضيات، وبالضبط في درس المعادلات. وسوف نتطرق في هذه الحصة إلى حل مسألة من المسائل. نبدأ بنص المسألة: نصف عدد تلاميذ أحد الأقسام من مواليد 2007، وربع عددهم من مواليد 2008، وسدس عددهم من مواليد 2006، أما الباقون وعددهم 3 فمن مواليد 2009. ما هو عدد تلاميذ القسم؟ إذن يجب قراءة المسألة بتأني وفهمها جيدا، لأن فهم السؤال هو نصف الجواب. إذن قلنا بأن هناك مراحل لحل هذه المسألة. أولها يبدأ باختيار المجهول. السؤال عندنا هنا هو: ما هو عدد تلاميذ القسم؟ إذن سنبدأ من هنا. عدد تلاميذ القسم هو المجهول ديالنا. إذا عرفنا عدد تلاميذ القسم فسنعرف مواليد سنة 2007، والذين يشكلون النصف، وربع هم من مواليد 2008، سنعرفه أيضا، وسنعرف سدس عدد التلاميذ الذين هم من مواليد 2006، وسنضيف إليهم الثلاثة الباقين الذين هم من مواليد سنة 2009. نبدأ باختيار المجهول. ليكن X هو عدد التلاميذ، إذن عدد التلاميذ كاملين المذهب حاليا هو مجهول، لا نعرفه. ولكننا نعرف بأن إذا كان X هو عدد التلاميذ، فإن نصف عدد التلاميذ هو 1/2X، لأن النصف دائما نعبر عليه بالعدد الكسري 1/2، و X دائما هو عدد التلاميذ، يعني نصف عدد التلاميذ. يعني إذا كان عدد التلاميذ هو 20، النصف ديال 20 هو 10، وهكذا. ربع عددهم هو 1/4، والسدس نعبر عن العدد الكسري 1/6، أما التلاميذ الباقين فهم أو عددهم هو 3. ننتقل الآن إلى صياغة المعادلة. دي المعادلة ديالنا يمكننا نكتبوها على الشكل التالي: X اللي هو عدد التلاميذ كاملين يساوي ماذا؟ يساوي عدد التلاميذ مفصلين، أي من مواليد 2006، مواليد 2007، إلى آخره. إذن X يساوي النسبة ديال المواليد 2006 اللي هما كيشكلوا لينا مثلا النصف، زائد الربع، زائد السدس، زائد 3. بعد ذلك ننتقل إلى حل المعادلة. كما تلاحظون معي أن هذه المعادلة فيها أعداد كسرية. دائما لما يكون عندي أعداد كسرية كنفكر في توحيد المقامات. لتوحيد المقامات غادي نعتبر بحال ما عنديش إكس. عندي مثلا هنايا 1/1، وهنا 3/1، ونحاول ندير إكس بحال ما كيناش. إذا بغيت نوحد المقامات ما بين 6 و4 و2 و1، المقام الموحد هو 12. إذن 6 × 4 × 2 = 1 × 12، 4 × 3 = 2 × 6 = 1 × 12. دائما إذا ضربنا المقام في شي عدد، مثلا هنا غادي نضربو في 12، حتى البسط خصنا نضربو في 12، وبالتالي غادي تعطينا تولي لنا المعادلة ديالنا على الشكل التالي بعد توحيد المقامات: في 12 في 12 إلى آخره. من بعد تبسيط حساب 12 في إكس هي 12/12 إكس، ممكن تكتبوها بهذه الطريقة، أو 12/12 إكس. دائما تقلنا نفس الشيء، سواء نكتبو إكس بجانب العدد أو أمام الكسر.
ستة على 12 إكس زائد 3 على 12 إكس زائد 2 على 12 إكس زائد 36 على 12. انتبهوا معي الآن، غادي نعطيكم واحد المثال بسيط باش تفهموا مزيان المرحلة اللي غادي ندوز ليها حاليا. إذا كان عندنا العدد 3 على 4 العدد الكسري وضفنا عليه مثلا 5 على 4 أو 6 على 4، شنو غادي يساوي لنا؟ دائما عندهم نفس المقام، غادي تقلنا كنحتفظوا بنفس المقام وكنديروا مجموع البسطين باش كتعطيني 9 على 4. دابا غادي نقوم غادي نلاحظ غادي نحذف المقامات 3 وغادي يتبقى ليا الأعداد التالية 3 زائد 6 هل تساوي 9؟ نعم. إذن دائما كتبقى لي المتساوية صحيحة إذا كانوا عندي أعداد عندهم نفس المقامات. دائما تابعوا لهذه النقطة جيدا ملي كنبغي نحل معادلات على شكل أعداد كسرية، كنوحد لهم المقامات والمرحلة الموالية هو كنحيد لهم المقامات ديالهم كاملين وكنحتفظ فقط بالبسط. إذا لذلك غادي تولي لنا المعادلة ديالنا على الشكل التالي بعد حذف 12 في جميع الأعداد. إذا 12 إكس تساوي 6 إكس زائد 3 إكس زائد 2 إكس زائد 36. غادي نحاول نجمعو ثلاثة ديال الأعداد باش تولي لنا المعادلة ديالنا على الشكل التالي. إذا 11 إكس هي 6 إكس زائد 3 إكس زائد 2 إكس، 36 تبقى في المكان ديالها. كنلاحظوا بأن 11 إكس كاينة في الطرف اللي على اليمين، خصنا نربطوها في الطرف اللي على اليسار. إذا خصنا نضيفو ليها المقابل ديالها اللي هو ناقص 11 إكس، وإذا ضفنا ناقص 11 إكس في الطرف اليمين خصنا نضيفوها في الطرف الأيسر. 12 إكس ناقص 11 إكس هتعطينا إكس، 11 إكس مع ناقص 11 إكس أعداد متقابلة تساوي 0، إذا إكس تساوي 36. ننتقل إلى المرحلة الموالية وهي التحقق من الحل. عندنا دي المعادلة ديالنا 1 على 2 إكس زائد 1 على 4 إكس زائد 1 على 6 إكس زائد 3 تساوي إكس. غادي نحيدو إكس وغادي نعوضوها بالحل اللي لقينا اللي هو 36، وخصنا نلقى الطرف اللي على اليسار يساوي الطرف اللي على اليمين. إذن 1 على 2 في 36 إلى آخره. 1 على 2 في 36 عطتنا 18، 1 على 4 في 36 عطتنا 9، 1 على 4 في 36 عطتنا 6، وتبقى لنا 3. إذا جمعنا هاد أربعة أعداد غادي يعطيونا 36، وبالتالي الطرف اللي على اليمين يساوي الطرف اللي على اليسار، أي أن الحل صحيح. ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من مراحل حل المعادلة وهي تأويل النتيجة. إذا ليكن إكس هو عدد التلاميذ، بمعنى 36 هو عدد التلاميذ لأن لقينا في المعادلة ديالنا الحل ديال المعادلة هو إكس يساوي 36. إذا نصف عدد التلاميذ هو 1 على 2 في 36 يساوي 18، وربع عدد التلاميذ أصحاب مواليد سنة 2007 أو ما إلى ذلك، 1 على 4 في 36، 36 دائما هو عدد التلاميذ الإجمالي تساوي 9، والسدس هو 1 على 6 في 36 تساوي 6، أما الباقون فعددهم 3. دابا إذا خدينا النصف زائد الربع زائد السدس زائد عدد التلاميذ الباقون غادي يعطينا 36، 18 زائد 9 زائد 6 زائد 3 تساوي 36، 6 زائد 3 9، 9 زائد 9 18، 18 زائد 18 36.
إلى هنا ننتهي بالحصة هذه اليوم، وإلى اللقاء في مسألة قادمة أو في حصة جديدة إن شاء الله. إذا كان لديكم في الأخير أي تساؤل أو استفسار لا تنسوا تركه في التعليق.